مين كان للشعراء من برما رقبة فبالمديح على بنيان مجدهم حازوا بمدح علاكم كل مكرمة ونالوا منك الغنى فضلا فقيلهم المديحون صراط القوم ما لهم أضحى الزمان خديما يا لفاخرهم. مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. هو صدر المجالس بين الأفاضل ونخبة الأدباء الأماثل، العالم العامل والأديب الفاضل السيد أبو مدين شعيب الكيالي بن إسماعيل المعروف بالكيال الشافع الأدلبي. أما نسبته إلى الكيال فهو جده الأعلى ولي الله الشيخ إسماعيل الكيال البلخي الأصل قدس الله روحه، صاحب الكرامات الظاهرة، وقبره معروف بقرية من أعمال حلب تدعى طربنا. ولد أديبنا بإدلب عام 1116 للهجرة الموافق 1704 للميلاد، قرأ على مشايخها الأعلام ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها العظام، وقدم حلب في 43 ونزل بالمدرسة العثمانية وقرأ على مدرسها الشيخ محمود الأنطاكي ومهر في عدة من الفنون وتصدر لإلقاء الدروس وانتفع به العباد واشتهر فضله بين الأفراد. إن نثر فما أزاهر الرياض غب المزن الهاطل، أو نظم فما جواهر العقود تحلت بها الأجياد العواطل. صنف عدة مؤلفات مفيدة ورسائل مجيدة، منها رسالة في التصوف سماها الدر المنضود في السير إلى الملك المعبود، وكذلك شرح على صلوات ابن مشيش، وله أيضا مختصر في فقه ابن إدريس رضي الله عنه سماه تدريب الواثق إلى معاملة الخالق، وله شرح لطيف على دالية ابن حجازي وغير ذلك. وكان صاحب الترجمة له أدبية فائقة وشاعرية رائقة أكثرها في الجانب النبوي الرفيع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Thank you.
وما إن جئت أمدحه بنظمي ولكن فيه للنظم الثناء. وما إن جئت أمدحه بنظمي ولكن فيه للنظم الثناء. به الألفاظ تنفذ والسجايا، به الألفاظ تنفذ والسجايا. لعمر أبيك ليس لها انتهاء، رسول الله ما مدحي بواف، رسول الله ما مدحي بواف، وأين المدح مني والوفاء. لقيت من الكمال إلى مقام، لقيت من الكمال إلى مقام، إلى مقام علي لا يقاربه على على لقد كان الشيخ شعيب الكيالي أديبا أريبا محققا هشا بشا لطيفا عفيفا، من رآه تحقق علو نسبه ووفور علمه وغزارة أدبه. أما قصائده النبويات فقد عشقتها الأرواح والنفوس، واتخذتها الأحباب تمائم فوق الرؤوس، تفوق الشموس نورا وتروق الخواطر منها سرورا، يعبق بعبير المحبة الصادقة شذاها ويشرف نورها وضياها. فلله دره من شاعر جمع الكمال كله ونضد من كل شتيت شمله، أدركته المنية وهو في طريقه إلى حج بيت الله الحرام من جهة مصر، وذلك عام 1172 للهجرة، الموافق 1759 للميلاد. Thank you.
وكيف وقد ملكت زمام حسن. وكيف وقد ملكت زمام حسن. بشطر منه جاء الأنبياء، محياك الجميل له ثناء. لطلعتها حكتك به ذكاء، رسول الله يا غوث البرايا وملجأها إذا عم البلاء. شعيب قد ألم به خطوب يضيق الصدر عنها. والفضاء كنائي شعراء من بغي مرقبة فبالمليح على